أسعد الله أوقاتكم بكل خير، حياكم الله في حلقة جديدة للراصد. في هذه الحلقة سنتحدث عن هيئة فنون العمارة والتصميم، وأيضا معي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية السليمان. حياكم الله دكتورة، يعطيك الصحة والعافية. الله يحييكم. يعني احنا نشوف اسمكم في أماكن كثير، ونشوف أيضا ظهور خفيف الفترة الماضية. الآن بنتكلم عن إيش الهيئة، إيش اللي تسوي، سهلي المعلومة لأني على قد. تمام. طيب أول شيء يعني أعرف الوقت محدود، لكن بحاول بسط قد ما أقدر. حنا نتكلم عن هيئة فنون العمارة والتصميم، نتكلم عن واحدة من 11 هيئة تحت مظلة وزارة الثقافة. وداخل العمارة والتصميم نتكلم عن 6 تخصصات أو قطاعات فرعية احنا نسميها. عندنا 4 منها لها علاقة بالبيئة المبنية، وانت يعني يمكن تعرف ان كل شيء احنا نقوم فيه يمس حياة الناس بشكل واسع. فليش؟ لأنه كلنا عايشين في المدينة، كلنا عايشين في مباني، كلنا نستخدم الفضاء العام، كلنا نستخدم منتجات، كلنا نشوف الرسائل المصممة. وهذه 6 تخصصات اللي موجودة، كل ما هو حولنا فعليا مصمم. حنا دورنا إيش؟ أننا ننظم هذا القطاع بحيث أننا من جانب ننظر له على مستوى التنظيم، سياسات والأمور هذه كلها، وش الأشياء اللي تحسن خلينا نقول الممارسات اللي موجودة. لكن سلسلة القيمة ترتبط كذلك باللي هم الجوانب التعليمية، جوانب الممارسة، جوانب التواصل المجتمعي والأبحاث والاقتصاد، وكل هذه جوانب ننظر لها. وعندنا استراتيجية متكاملة مرتبطة باللي هي أهداف مرتبطة بأنه كيف كل هذه الجوانب تقدر تنمو وتصل لمرحلة نضج وترفع تنافسية بشكل متكامل. طيب لما نتكلم على البدايات، البداية الصعبة، أنتوا بديتوا يعني في 2020 وكورونا. أيوه. فبعدها أنه مطلوب منكم تعوضون السنوات الماضية، شو اللي صار معكم؟ أعطيني القصة، شو اللي صاير من 2020 إلى الآن؟ جميل. طبعا إنشاء الهيئة كان في فبراير 2020. أنا انضميت للهيئة في نهاية شهر أبريل من نفس السنة، ووقتها كان عندي شخص واحد فقط يساعد، وكنا فعلا كنا كورونا. يعني أنا حتى وقتها كنت في المنطقة الشرقية قبل ما حتى أنتقل، وقتها ما كان حتى مسموح. فلما أتخيل أن هالمرحلة هذه صح أنها كانت صعبة كمرحلة تأسيس، إلا أن فيها جانب إيجابي، لأن ساعدتنا أن ما كان عندنا الضغط الخارجي أنه لازم الحين نسوي برامج جماهيرية. ساعدتنا أن فعلا نحبك موضوع أنه كيف نضع استراتيجية. أثناءها طبعا بدأ الفريق أنه يعني ينمو بشكل يعني بسيط في المراحل الأولى، لكن بتسارع في المراحل اللي بعدها. وضعنا استراتيجية، وهنا في مرحلة استراتيجية وضعناها بحيث أنه نسمع من جميع من له علاقة، من ممارسين، من أكاديميين، من باحثين، سواء داخل المملكة خارج المملكة. ننظر للجهات المشابهة لنا، علما بأنه ما فعليا ما في حد يشبهنا، وهذه ما هي لا عالميا. لأن مثلا عالميا ممكن تلقى مثلا جهة مسؤولة عن العمارة لكن مسؤولة عن جزء خاص في العمارة، فقط التراخيص، ولا مسؤولة عن فقط جانب مثلا علمي في العمارة. حنا كل ما رحنا جهة قالوا لنا أنتم واسعين مرة، لكن قاعدين يشوفون الميزة من هالناحية. فاللي سويناه أن تعلمنا من كل تجاربهم. بعض هذه الجهات يمكن لها مئات السنوات من إنشائها، وبعضها يعتبر حديث. وكانت الفكرة أن كيف ناخذ هالدروس ونتأكد أن اليوم حتى الهواجس اللي عندهم نتأكد أن احنا نغطيها بحيث أن فعلا نخدم القطاع. كلميني دكتورة عن الموظف الوحيد اللي كان معك. طبعا وقتها فعليا ما كان طبعا كان ما هو موظف رسمي، كان جاي على اساس يساعدني في المرحله الاولى. لكن الموظفين الرسميين، تخيل انا بديت نهايه ابريل، اول موظف جاني عندي كان في سبتمبر من نفس السنه. وبعدها الموظف الثاني والثالث، يعني يمكن بينهم تقريبا شهر او شهرين. اللي يشوف استراتيجيتكم ويشوف عملكم يتوقع انك بديتي ب 100 واحد اول شيء. والله يا ليت. لكن يعني شوف انا بقول لك شيء، الحمد لله ان بنينا صح وبدينا بروية. وكان عندنا هذه فرصة كورونا فعلا ساعدتنا من هالناحية. تعملون بهدوء؟ نعمل بهدوء في المراحل، وحنا الآن في مرحلة حصاد. فيمكن الناس اللي تشوف برامجنا وتشوف أعمالنا يمكن السنتين الماضية يشوفون مخرجات قاعدة تطلع بشكل واضح، لكن أول مبادرة لنا اللي فعلا أطلقناها كانت في ديسمبر 21 رأت النور. فيعني ما تأخرنا كثير عن الناس، لكن كل هالفترة هذه ساعدتنا أن يعني نحضر ونجهز. هل مطلوب منكم تلغون كل ما سبقكم؟ يوم بديتوا في 2020 جاكم
توجيه الغوا كل ما سبقكم يلا ابدوا اشتغلوا من جديد. ابدا، يعني يمكن حنا نختلف شوي عن اي قطاع ثقافي اخر، لان حنا ندخل على قطاع موجود تجاريا وموجود حتى اكاديميا. بمعنى اليوم حنا عندنا اكثر من 80 برنامج تعليمي في المملكه في واحده من التخصصات الستة اللي موجوده عندنا، فحنا داخلين عليهم كجهة متأخرة صح؟ لكن كيف نساعدهم ونرفع مخرجات التعليم مثلا من جوانب معينة وننظر مثلا للتميز الأكاديمي، هنا يجي دورنا، وإن في بناء العلاقات والأمور هذه كلها. على الجانب الممارسة نفس الشيء، ممارسة السوق مثلا اليوم كلها أشياء بدأت يمكن من الخمسينات وطالع، لكن في أشياء نتجت بطريقة عضوية يمكن ما تكون متماشية مع أفضل الممارسات. وفي عندنا تحديات اليوم كبيرة نواجهها، فقط لأن في السنوات الماضية ما كان في جهة تنظم القطاع بشكل المناسب. فحنا اليوم دورنا في المجال التنظيمي أن نصحح هذه الأشياء. لكن يمكن في نقطة مهمة برجعها لاسم استراتيجيتنا، إحنا سميناها استراتيجية المربع. واللي يعرف قصة الرياض كنشأة وش يعرف أن الرياض كانت مدينة مسورة لفترة طويلة جدا إلى ما بعد توحيد المملكة، وهنا وقتها الملك عبد العزيز الله يرحمه ويغفر له وقتها بنى قصر المربع خارج أسوار مدينة الرياض. لكن كيف بناها؟ بناها على الطراز النجدي. لكن إيش صار في الطراز النجدي؟ وصل لأوج ما يمكن أن يصل إليه. حنا استقينا من هالقصة درس مستفاد، بحيث أن استراتيجيتنا تبني على ما سبق، بس نبغى نوصل القطاع لأوج ما يمكن أن يصل عليه، عشان كذا اسمها استراتيجية المربع نسبة إلى هذا القصر. لما نتكلم عن قصر المربع نتكلم عن قصر من التأسيس إلى الآن ما ضاع فيه جدار، ولذلك أنتم تبنون على شيء أرض ثابتة وصلبة. لما نتكلم على الاستراتيجية اللي بديتوا فيها، أنتم تقولون في عندكم رسالة ورؤية ولا ما في؟ حنا بالنسبة لنا استعذنا عن الرسالة والرؤية بأن عندنا نجم شمال، نجم شمال طموح ونسعى للوصول إليه. وهذه حلوة، هذه شلون؟ يعني هنا وقتها خلاص جمعنا فيه رؤيتنا مع رسالتنا بحيث أن الأمور تكون واضحة. قلنا من الأساس نسعى لدعم التميز، وهذه نقطة مهمة لأن القطاع موجود صح. لكن اليوم هل يعني الناس يعني راضي عن مخرجات هذا القطاع مثلا على مستوى معيشتهم، على مستوى الخدمات اللي تقدم لهم؟ نعتقد أننا نقدر نسوي أفضل بكثير، فهنا نسعى لدعم التميز، لكن من خلال عدة جوانب. من ناحية فيها تمكين للمواهب الوطنية، لأن ما يهمنا مثلا خلنا نقول نفكر بالمنتج فقط، تقول أبي مبنى وانتهى الموضوع، لا، طيب الخبرات اللي تكتسب اللي أثناء ما لين نوصل لهالمبنى كبيرة، فما يهمنا المنتج الأخير، يهمنا الجوانب الإجرائية اللي توصلنا له. الجانب الثاني أنه لابد أن نحكي قصتنا إحنا، يعني ثقافتنا وهويتنا لابد أن يكون لها وضوح. الجانب التاريخي كيف نوصل هذا الإرث الغني اللي هو موجود والتنوع في المناطق المختلفة، أنه كيف نقدر من خلال عملنا أن نقدمه في قالب جديد. فهي فعليا مرحلة تجديدية تماما، لكنها مبنية على كل ما سبق بقالب أفضل وأفضل. سهلي لي الاستراتيجية اللي عندكم، أبغى يعني أعرف وش استراتيجية الهيئة، إلى وين رايحة، وهل هي استراتيجية مكتوبة وانتهينا، ولا استراتيجية تعملون عليها وأنه كل صباح سوينا هذا أو ما سوينا؟ أيوة طبعا، استراتيجيتنا على مدى 5 سنوات وتم اعتمادها، والاستراتيجية فعليا يمكن احنا أطلقناها كانت في منتصف عام 2021. الدورة حقتها 5 سنوات، الآن احنا في مراحل طبعا تنفيذها، والتنفيذ في مراحل يعني متقدمة جدا. كثير من المبادرات وهم 33 مبادرة وصلنا فيها إما لمراحل أنه مثلا خلاص أسسنا المبادرة، أطلقنا النسخة الأولى، الحين صارت جزء من أعمالنا اليومية. يعني لو مثلا بعطيك مثال، عندنا خلنا نقول استراتيجية للأبحاث، مبادرة واحدة، هذه الاستراتيجية فعليا نتجت عنها 8 مشاريع، واحد منها مثلا مؤتمر اللي هو دعم الأبحاث. سوينا النسخة الأولى خلاص، النسخة الثانية والثالثة تبي تستمر زي ما هي وتمشي. لكن الآن حنا في مرحلة اللي هي إعداد اللي هي 7 مشاريع الباقية اللي مرتبطة مثلا بنفس الاستراتيجية. لكم دخل بالتعليم؟ أكيد، حنا لنا دخل تقريبا في كل شيء. لا أعطيني التعليم، لأنه إذا أنتوا دخلتوا بالتعليم فأنت تتكلم على طفل ولين يخلص الجامعة، أكيد. هذا أنتم تستهدفونه أو لا؟ ولا حتى لين يخلص الجامعة، حنا نبدأ بالأطفال من سن 3 سنوات إلى الشخص لين يتقاعد.
فكرتنا إيش؟ إنه حنا في المراحل المختلفة أثناء اللي هو علاقتنا بالشخص نفسه، العلاقة دائم تختلف. يعني مثلا في المراحل المبكرة جدا نتكلم عن إنه كيف الطفل أصلا بطبيعته مبدع، يسأل يستكشف والأمور هذه، كيف ننمي الإبداع وكيف نرغب اللي هو دخول تخصصات عمارة وتصميم في مراحل مبكرة. لو جيت قلت مثلا ما قبل الجامعة نفس الشيء، تبغى دخله على التخصصات وهو داخل على بينة. أحد الأشياء اللي موجودة عندنا مثلا مبادرة خاصة بالأطفال والنشأ. هنا حاليا عندنا تحدي للأطفال، طلبنا منهم قلنا لهم عطنا تحدي. من خلال هذا التحدي شو قاعدين نقول؟ تخيل مستقبل مدينتك. مطلوب منهم عمل ومطلوب منهم فيديو قصير يشرح هذا العمل. إيش اكتشفنا؟ إنه من خلال المشاركات إلى الآن، وترى المشاركة ما زالت مفتوحة، واللي وده يعني إن أطفالهم يشاركون معنا يقدرون يلقون هذا في موقعنا. إيش الميزة؟ إنه خلت الأطفال حتى يبدون يشوفون مفردات ويشوفون اللي حولهم طريقة مختلفة. لو أنا لي قدرة أصمم حديقة الحي مثلاً كيف بتكون؟ لو أبغى أفكر بالشارع اللي أنا عالق في زحمته مثلاً كل يوم أنا رايح المدرسة، كيف ودي إنه يصير؟ المبنى اللي أنا ساكن فيه مثلاً كيف ممكن أني أتخيله؟ فشفنا إبداعات جميلة جداً. هذول الحين لما ننمي عندهم الوعي وإنه يبدأ حتى بس مهارة النظر إلى الشيء، وإنه يستوعب إيش بالضبط اللي قاعد يصير، وإنه نمكنه من ناحية إنه ترى على فكرة مستقبلاً لو لك رغبة أنت ممكن يكون لك تأثير في تغيير هذا الجانب. هنا بدايات، وهذه البذور اللي نبغى نزرعها مع الأطفال. وصلت الجامعة؟ وصلنا الجامعة. نتكلم عن شقين. شق الأول عندنا أعضاء هيئة التدريس مع كل البرامج الموجودة. شوف أنا عضو هيئة التدريس سابق وأعرف العالم الأكاديمي. صعوبة ما هي منهم كثر ما أحياناً أن النظام نفسه ومتطلبات اللي موجودة عندهم تكون كثيرة. تلقى عضو هيئة التدريس وده من ناحية أنه يغطي كل الاحتياجات الإدارية، وده أنه دائم يتعلم أكثر وأكثر من في تخصصه، وفي نفس الوقت عنده عبء اللي هو موضوع التدريس والأبحاث. فلما نفكر فيها من هالناحية حنا ودنا ندخل ونسهل عليهم هذه العملية. لذلك أحد الأشياء اللي سويناها كانت خاصة باللي هو دليل للتميز الأكاديمي. دليل التميز الأكاديمي نضع فيه خارطة الطريق لأعضاء هيئة التدريس على جميع المستويات، مو بس الناس اللي لهم علاقة بالجودة، بحيث أنهم يقدرون يفكرون كيف أقدر مثلاً بأشياء بسيطة أن يكون لي دور فعال أن نصل لتميز أكاديمي من حيث المخرج ومن حيث اللي هم الأعمال اللي يقومون فيها. أحد الأشياء اللي نقوم فيها بعد لدعم اللي هم أعضاء التدريس منتدى لتعليم العمارة والتصميم، وكان عندنا نسختين يعني سنة وراء الثانية، والآن نخطط للسنة الثالثة كذلك. من خلال هذه المنتديات طبعا نجمعهم، الجامعات يكون في بينهم علاقات، وأحيانا تتفاجأ أنه نفس الجامعات في مدينة واحدة ما يتكلمون مع بعض. فلما نصنع هذا المجتمع ويكون عندنا فرصة لتبادل المعرفة والخبرات نساعدهم. نفس الشيء عندنا مثلا مسابقة للتعليم، سوينا نسخة أولى، السنة هذه بنطلق اللي هي النسخة الثانية، كيف أفضل الطرق لاستخدام التقنية للوصول للتميز في مجال الأكاديمي. دكتور، لما نتكلم عن طالب الجامعي مطلوب منه أنه هو يروح ويتعلم ميدانيا، يروح مكتب هندسي، يروح في الأخير طالب هذا اللي بالقانون ولا بالإعلام ولا أحياناً ما يلقى التدريب اللي هو يحتاجه. هل أنتم لكم دخل في ذي؟ لأنه ترى ما نبي الطالب هذا يظلم أنه هو راح يتدرب في مكان تأيس. صح، أتفق تماماً معك. لذلك إحنا عندنا واحدة من المبادرات يمكن ما بعد أطلقناها بالشكل الرسمي، لكن عندنا إطلاق تجريبي لها لهذه السنة. واحدة من الأشياء اللي اليوم يعني عندنا وباخذها من جانب يعني شوي بعيد أوصلك لها. عندنا جائزة اسمها جائزة مرسم. جائزة مرسم حاليا عبارة عن إيش؟ جائزة نطلب فيها من خريجين الثلاث سنوات الماضية إنهم يجون يشاركون معنا بمشروع التخرج. عدة أسباب. أولا أيام كورونا كثير من الجامعات ما سوت معارض، الناس ما شافت، ما زال كثير منهم أحيانا إما أنه يبحث عن فرصة عمل أو أنه يبغى يغير مكان عمله بناء على عمل يعني متميز. دورنا هنا ننظر للتخصصات ونجي من خلال هذه المسابقة نشوف نبغى نطلع أفضل 10 خريجين، لكن جميع المشاركات بتدخل في معرض، وهذا المعرض إن شاء الله يقام في نهاية شهر أكتوبر. اللي بيفوزون معنا السنة هذه بيكون لهم فرصة أنهم يتدربون في مكاتب في فرنسا. طيب، فلما تتكلم عن التدريب احنا فعلا نبغى أفضل الفرصة. أيوة، مو عشان شيء، لكن حنا شو الفكرة؟
اليوم عندك تدريب تعاوني أو تدريب مثلا ممكن يكون من شهرين إلى أحيانا 7 أشهر على حسب الجامعة، فنحتاج أن فعلا هذه التجربة تكون مثرية إلى أبعد درجة. فجزء من مبادرتنا بتكون أن يكون عندنا محفظة واسعة من الفرص في أفضل الأماكن. هذه الآن تسعون لها والجامعات متعاونة معكم في هالجانب؟ الجامعات إن شاء الله، هذه طبعا من الأشياء، الجامعات الحمد لله متعاونين معانا بشكل كبير. بتشيل طالب تودي فرنسا أكيد بيتعاون والله معك. يعني بس أبعطيك مثال سابق بعد. كان عندنا مثلا تجربة اللي هي سويناها لأن كل البرامج اللي نسويها نبدأها كتجربة نتعلم منها في مراحل معينة وبعدين لين تجي في مراحل أنها أكبر ونوسع طبعا مرحلة الفائدة. كان عندنا مدرسة صيفية نفس الشيء أقمناها مع جامعة في فرنسا، كان عندنا 7 من الطلبة السعوديين من جامعات مختلفة في المملكة مع نظرائهم من جامعة في فرنسا، واشتغلوا على مشروع مشترك أثناء أسبوع مثلا كامل. كان لنا تجربة كذلك مع طلبة بالتعاون مع نيوم، لكن وديناهم بالتعاون مع جامعة إيطالية في البندقية واشتغلوا هناك على مشروع خاص مرتبط بنيوم. هذه التجارب مثرية إلى أبعد درجة. لما تتكلم عن الناس اللي تدخل فيها ترى تنفتح لهم فرص، تلقى يوم يجون بكرة يقول لك أبغى هذا وظفة، أبغى أدخل عندي مشروع واحد من مشاريعي مثلا أو قاعد أو وصل لمرحلة أني قاعدة أخليه له فرصة أنه يوريهم شيء يتعدى سيرة ذاتية ويتعدى أنه محفظة للأعمال. لما نتكلم عن القطاع الثالث، القطاع الثالث قطاع مهم جدا صحيح. بس أنا ما أعرف أنتم مهم لينا أو أنتم شايفينه؟ لا أبداً. إيش اللي صاير؟ طيب طبعاً لما نتكلم عن القطاع الثالث عندنا عدة جوانب. عندك جمعيات مهنية والحمد لله تحت مظلة وزارة الثقافة، يعني هذا كان مشروع تحت هذه المظلة، كان في إنشاء لعدد من الجمعيات المهنية في التخصصات الثقافية المختلفة. واحدة منها هي جمعية عمران، وهذه جمعية مهنية خاصة بأربع تخصصات اللي هي عمارة، عمارة البيئة، تصميم وتخطيط حضري، وتصميم داخلي. أنشئت هذه الجمعية والآن هي تعمل، دورنا إحنا داعم في أعمالهم، نسند لهم مثلا إما مشاريع أو جوانب معينة وندعمهم قدر الإمكان بحيث أن الجمعية هذه تقوى ويكون لها اللي هو أكيد ممارسة أو يعني خلينا نقول جانب داعم بحيث أن نتكامل في القطاع. طبعا إحنا ما زال عندنا تخصصين ما غطيناهم السنة هذه، الآن نعمل على جمعية مهنية متخصصة في التصميم الجرافيكي وكذلك جمعية مهنية متخصصة في التصميم الصناعي. وهنا هذا فقط على الجمعيات المهنية، غير الجمعيات التخصصية الأهلية تجينا طبعا من وزارة شؤون وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية الطلبات، لأن هم الجهة اللي تستقبل الطلبات. احنا كجهة فنية ننظر لهذه الطلبات وندعم إنشائها، وحتى أندية الهواة يعني ممكن ترى في أندية الهواة 3 أشخاص لهم اهتمام. كل هذه تحت مظلتنا. أنا الآن إذا اشتغلت أنا وش يسجل لي كيف في الجمعية نفسها أو في القطاع الثالث، ذو جيت واشتغلت معكم في مشاريعكم وكذا تسجل لي ساعات؟ أكيد طبعا. في عندنا عدة جوانب. لو بناخذها مثلا الجمعيات، في عندنا جانب أنه إحنا مثلا في تقريرنا القطاعي نذكر جميع هذه الجهات بحيث أننا نتأكد أن الناس تعرفها، تزيد عضوياتها، إذا كان عندهم مشاريع وأعمال مميزة نسلط الضوء عليها، كل هذه جدا تهمنا. الجانب الثاني على مستوى التطوع مرتبط بمبادرة يمكن ما بعد تكلمنا عنها اللي هي مبادرة صمم بإحسان. طبعا الإطلاق الرسمي لها إن شاء الله بيكون في شهر أكتوبر. الهدف منها إيش؟ أن لما نتكلم عن خدمة المجتمع والأعمال الخيرية نعتقد أن مجتمع المعماريين والمصممين عندهم قدرة تختلف عن أي أحد ثاني في خدمة الناس والمجتمع، سواء كان من أعمال مثلا تصميمية ممكن تكون مرتبطة بحملات مثلا ترويجية لجهات معينة، أو تصميم مثلا خلينا نقول مراحل ترميم مثلا في أشياء معينة، أو مجالات واسعة جدا. احنا اليوم عندنا حساب خاص في منصة للتطوع الوطني نجمع فيها فرص تطوعية نربطها باللي هم الأشخاص اللي لهم رغبة في التطوع، فهذه إن شاء الله بترى النور بشكل واسع، لكن بدأنا ببعض الأعمال اللي خلف الكواليس يعني لنا فترة. طيب حقيقة إنه العمل اللي تقومين فيه كبير جدا، احنا جلسنا قبل والله مو بس أنا لازم كلمة حق الفريق فريق الهيئة، أنا لابد أني أشكره عمل جبار صابرين والله سجينه.
مو بنزعجهم، هم اللي يعملون بشغف وهم اللي يجون. شكرا جزيلا لك دكتورة، يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك. أشوف كل ما دخلتي المكتب هنا مكتوب عندك الشغف، هذا وقودنا على خلفية الجهاز اللي موجود. شكرا للزملاء اللي موجودين معك. العمل أتصور أنه سيصل إلى الناس بإذن الله، كما وصلهم أيضا كثير من الأشياء اللي تقوم فيها الهيئة. كان معي في هذه الحلقة الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية سليمان. كونوا بصحة وعافية.